وهذه كانت حاقدة على الإمام، حاقدة عليه لأنه هي طبعا كانت عقيم. كل حال ما رزق منها الإمام ولد، ورزق من غيرها من أم الإمام الهادي سلام الله عليه، فطبيعي واحد بعد الولد وكذا، فكانت كأنها تغار من زوجته، وظلت هم هي موقفها من صار لها مواقف وياه، المقام ما يتسع، مواقف وياه صارت من قبل بعد أيضا، وشكت ذلك إلى أبيها المأمون على حياته وقال لها لا تتعرضين إليه. المهم فظلت هذه حاقدة على الإمام. المعتصم يعرف، المعتصم يعرف بما تكنه أم الفضل لزوجها من حقد وبغض له، فانتهز هذه الفرصة، استغلها، أرسل إليها، اتفق وياها. وقيل أيضا كان من معهم أخوها جعفر ابن المأمون، ذول ثلاثتهم اتفقوا على التخلص من الإمام سلام الله عليه. فكان الإمام ذاك اليوم صائما بأبي وأمي. جاءت إليه تلك المرأة بإفطاره، كان معها في بيتها أبي، طبعا بعد أن استدعاه المعتصم إلى بغداد، كان في المدينة هو، فاستدعاه إلى بغداد هو مع أم الفضل. فكان الإمام في ذاك اليوم صائما، فقدمت إليه إفطار. لما قدمت له ذلك الإفطار تناول منه قليلا، أحس الإمام بحرارة السم تسري في جوفه. لما نظرت إلى حال الإمام بكت العين. قال لا الإمام ما بكاؤك، والله لا يبتلينك إلا بداء لا ينستر وبكسر لا ينجبر. عرف الإمام أن قد سمته، حينها بقي الإمام يتقلب على فراشه، نادى عليها بالماء، طلب منها الماء، لم تأتي بالماء، لم تلتفت إليه، خرجت من عنده وأغلقت الباب. أويلي أويلي، إجت له بفطورة بقلب مفطور، وقلبه من لهيب العطش، إجت له بفطورة بقلب مسرور، وقلبه من لهيب العطش مفطور، إجت بكاس ثار الكاس مخطور، شرب منه وقع وقعت الميتين، شنو قلب أم الفضل كان تتجاسر على ابن سيد الأكوان. حط يد على قلبه وصاح عطشان، ما جنت سبع ودارة العين، يصيح الماء والسمرد كبده، يصيح الماء والسمرد كبده. طلعت بالعجايا الماء بقت عنده، ظل طايح بسطح الدار وحده، على فراش المرام، على فراش وين ودت الميتين. أجركم الله، بقي الإمام لوحده،
وقد أغلقت اللعين الباب عنه وخرجت. أحس الإمام بدنو أجله، توجه الإمام إلى القبلة، أخذ يقرأ آيات من القرآن الكريم. لما حس بدنو أجله مد إمامنا رجله، وأسبل الإمام يداه، ثم ما زال يلهج لسانه بذكر الله إلى أن انقطع أنينه. أغمض الإمام عيناه وأطبق أفاه، وفاضت روحه الطاهرة. أين المنادي وسيدا؟ أيوا إماما ومسموما. لما سمع الناس بوفاته ضجوا ضجة واحدة منادين وإماما، ونادى المنادي والخلق طلعت بلا شعور. بغداد من كثر الصوايح قامت تموت، شالوا سرير ابن البتول بلطم الصدور. عد جد الكاظم بحسرة مشيعين، شالوا الجنازة والخلق ضجت الصوبة، وطلعت رجاجيل ونسى تصفج الجفة. ونادى المنادي راح عز الهاشمي، ونادى المنادي راح عز الهاشمي، عد جده الكاظم بضج مشيعين. وصلوا بي إلى جنب قبر الإمام الكاظم، جاء الإمام الهادي له من المدينة. بعد أن تولى غسله وكفنه أنزله في قبره، وأولئك يحسبون أنهم الذين تولوا جهاز. لما أنزله في قبره رجع إلى المدينة، رجع الإمام الهادي إلى المدينة. نظر إليه أهله ورأوه متغير اللون، الكآبة والحزن بادية على وجهه. سألوه عن حاله وإذا به يقول: الآن مات والدي. ضجوا بالبكاء والعويل، كل ينادي وإماما، أيوا محمدا. عقد الإمام الهادي المهتم على أبيه، جاءوا إليه يعزون، والإمام يبكي على أبيه يتذكر جده الحسين. نعم أيها المحب أيها الموالي، صحيح أن الإمام الجواد مات غريبا بعيدا عن أهله، ولكن حضره ابنه الإمام الهادي وغسله وكفنه وشيعه الناس بأجمعهم، ولم يبقى ثلاثة أيام على الرمضاء. ما حال ذلك الجسد الطاهر الذي بقي على الرمضاء من دون غسل ولا كفن؟
أوالي أوالي جاء إليه الإمام زين العابدين ويا سعد الله قلب أبو محمد السجاد من عادل أحد عزوته ويدفن الأجزاء 70 جثة اللي دفنها تحت لوها بقبور ناس وناس حطم بالحفيرة وشيخ العشيرة لحدا جثة بلا حطوا على صدر الطفل مخمود الأنفا ويم الشريعة لحد جنازة العب ويم الشريعة لحد جنازة العبا ما غسلوه لا لفوا في كفن يوم الطفوف. يا الله نسألك اللهم وندعوك.